وللحديث عن عدم استجابة السلطات الحكومية في العراق للطلب التركي للتحقيق بشأن قصف مصيف في زاخو، معنا من إسطنبول الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، حياكم الله. لماذا هذا التأخير من السلطات في بغداد للرد على الطلب الأممي والطلب من أنقرة بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة للتحقيق في القصف الذي استهدف مصيفا في زاخو شمالي العراق؟ أعتقد أن الحكومة العراقية استعجلت بإدانة تركيا في هذا القصف قبل أن تتأكد يقينا، بل اعتمدت على مواقع التواصل وعلى بعض القنوات الحزبية التي لها موقف سلبي من تركيا. كان يفترض من الحكومة العراقية أن تتأنى الإدانة، تتأنى شيئا ثم تتحقق من الموضوع. مطلب تركيا عندما تطالب بتشكيل لجنة من الطرفين هذا مطلب منطقي ومعقول، لكي يعني تثبت الحقائق، من الذي قام بهذا الجرم ضد الشعب العراقي ومن الذي قتلهم وأصابهم في منطقة آمنة يفترض وجميعهم مدنيين من الأطفال والنساء. كان يفترض أن الحكومة العراقية أن تتقبل مثل هذا الطلب وتستجيب له لتكشف للشعب العراقي حقيقة ما جرى، لكن للأسف أنها استعجلت في الإدانة، وأعتقد لا بد أن تتراجع من هذا الموقف بعدما تثبت لها الحقائق عكس ذلك. نعم، في هذا الإطار ماذا يعني رفع الميليشيات الموالية لإيران أعلاما لميليشيات حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا أمام السفارة التركية في بغداد؟ احنا ندرك أنه الميليشيات العراقية هي وحزب العمال جميعها مرتبطة بإيران، وإيران تدعم هذه القوى لا دولة في العراق على حساب مصلحة الشعب العراقي لإثارة مشاكل يتحملها الشعب العراقي، يتحمل أعباء الشعب العراقي. إيران تدخل الحرب بالوكالة وتدخل أن تدير الأزمات من خلال حلفاء حتى تكون بعيدا عن المشهد. لكن في حقيقة الأمر اليوم العالم يدرك بأنه إيران تلعب لها دور سلبي في المنطقة العربية وخاصة في العراق، وهذا دورها السلبي العبثي لا يمكن أن يستمر. تركيا بأنه لإيران دور كبير في هذه العملية من خلال بعض القنوات، والسبب لأنه كان سبق هذا الفعل أو هذا الحدث اجتماع ثلاثي في طهران بين روسيا وإيران وتركيا، وقد عارضت إيران تركيا في توجهها نحو عملية عسكرية لوجود منطقة آمنة للسوريين، فعارضتها بشدة، وبالنص ذكر المرشد الخامنئي قال بأن هذه العملية سيكون لها تداعيات على المنطقة وعلى الشعب السوري. في اليوم الثاني حدث مثل هذا الأمر، هناك شبهات كثيرة في هذا الفعل، لكن ما يهم الشعب العراقي من الذي ارتكب هذا الجرم؟ إن كانت تركيا فيجب أن تعتذر وتعوض هؤلاء. قلت أستاذ حسين أن هناك شبهات كثيرة، هل تعتقد أن هناك توجه من الميليشيات لاستغلال هذه الحادثة للتغطية على فضيحة تسريبات المالكي؟ نعم، هذه واحدة منها، قضية التسريبات التي انتشرت والتي كان لها يعني رد فعل سواء داخل القوى السياسية بأعلى المستويات أو على مواقع التواصل. هناك عوامل كثيرة وذكرتك منها فشل يعني دور إيران في مؤتمر القمة الثلاثي. لإيران دور سلبي كبير، لا تريد العراق أن تكون له علاقة جيدة مع بقية الدول، لاحظنا كذلك مع الدول العربية عندما ينفتح العراق على بقية الدول تجد أنه إيران تحرك ميليشيات. وعندما توجه العراق نحو تركيا قبل يومين صرح السفير التركي بأنه تركيا تمنح 7000 فيزا للعراقيين، قامت قيامة الميليشيات بهذا الخبر. ومن ذلك ومن هذه الأمور كثيرة جدا، يعني ليس سببا واحدا، مجموعة أسباب. لكن ما يهم الشعب العراقي أكرر وأقول لا بد من معرفة من الذي ارتكب هذا الجرم ضد هذا الشعب، ولا بد من تعويض الضحايا، لا بد من اتخاذ إجراءات يعني قانونية أو إجراءات أمنية مهمة للزم من فعل هذا الفعل الإجرامي ضد هذا الشعب. طيب، في هذا الإطار يعني نعود للمشكلة الأساس في هذا الموضوع أستاذ حسين، ما الذي يدفع السلطات الحكومية في العراق للقبول بوجود ميليشيا مصنفة على قوائم الإرهاب كميليشيا حزب العمال الكردستاني على أراض عراقية، وفي نفس الوقت تجميد اتفاق سنجار لخروجها؟ يا سيد، الحكومة العراقية أضعف حلقات الدولة، الحكومة العراقية ضعيفة جدا،
لا تستطيع أن تمنع هذه الميليشيات، لأن هذه الميليشيات ليس مرتبطة بها فحسب بل مرتبطة في إيران وفي المرشد، فبالتالي هي ضعيفة جدا. الغريب أكثر أنه العراق يعني استطاع أن يمنع أو يخرج المعارضة الإيرانية من العراق بيوم واحد، المجاهدين خلص. طيب لماذا لم تخرجوا وتطردوا هؤلاء الإرهابيين من الأراضي العراقية، سيما أن الدستور العراقي ينص على أنه العراق لا يمكن أن يكون منطلقا للاعتداء على الدول المجاورة؟ طيب ماذا تفعل البيكتية في شمال العراق في سنجار وفي المناطق الأخرى؟ مثل ما أخرجتم المعارضة الإيرانية المسلحة مجاهدي خلق، تستطيعون أن تخرجوهم هؤلاء وتبقون على علاقة حسن جوار مع الجارة تركيا؟ ليس من مصلحتهم أن غلق الحدود، العراق يحاصر نفسه بنفسه، هذا أمر يعني خطر جدا على مستقبل العراق السياسي والاقتصادي، ولا يكون أداة بيد القوى الأخرى على حساب مصلحة الشعب العراقي. نعم، دعوة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي للتهدئة واعتماد الحل الدبلوماسي سيد حسين، ألا يعني ذلك اعترافا ضمنيا بوجود مبالغة في ردة الفعل ومحاولة جهات تخريب العلاقات مع تركيا؟ بالتأكيد أن هذه الدعوة هو كلام مقبول، كان يفترض الحكومة العراقية من الساعات الأولى أن تتكلم بهذا الأسلوب. نعم. وعلى رأس المتكلمين أن تكون وزارة الخارجية ورئاسة مجلس الوزراء، لكن أنا تابعت المشهد خلال 10 دقائق أو ربع ساعة لم يمضي إلا وزارة الخارجية أدانت الفعل، ومجلس الوزراء يعني أيضا صعد كثير في حين لم يصدر أي توضيح رسمي من الطرفين من الذي فعل هذا الفعل. وببساطة جدا الموضوع ليس ما هو النوع السلاح المستخدم، في أي منطقة استخدم، نوعية السلاح، مديات السلاح، كل هذه معلومات تفيد للوصول إلى الجنات. لا يمكن أنه نحن نتكلم من خلال مواقع التواصل وبعض الطائفية والحزبية لتتدهور علاقات العراق مع دولة مجاورة تحد العراق أكثر من 300 كيلومتر. نعم. هذا أمر خطر جدا على الشعب العراقي والعالم اليوم، جميعه يذهب نحو الانفتاح ونحو علاقات حسن جوار، ونحن نغلق الحدود مع بعض مع دول مجاورة لنا، بيننا وبينهم تجارة تبلغ 20 مليار دولار سنويا. أشكرك جزيلا السيد حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي.